سأحضر أفضل طبق، لكن ما هو؟ إذن انتهيت من الرسم. حضروا لي ألذ كوكتيل على الإطلاق. أستطيع فعل ذلك؟ سيتم الأمر بالطبع حفيدتي. سأعد لك ليس فقط كوكتيل لذيذ بل أيضا صحي للغاية. أحتاج إلى السبانخ، ليس علينا هدر الماء. والآن أحتاج إلى الخلاط، أعطني يا آني. شكرا لك. أضع السبانخ في الخلاط لكنه لا يتسع. جدتي هذا سهل. شكرا جيل. تم وضع السبانخ والآن أحتاج إلى مساعدتك يا آني. يجب خلطهم بالخلاط، اضغطي على الزر. وهكذا أتأكد من عدم وجود أي قطع من السبانخ. جاهز جدتي. شكرا يا شيف. المرحلة الأولى انتهت. بالطبع هذا ليس كل شيء. لجعل الكوكتيل لذيذ أحتاج إلى شيء آخر، مثلا الزبادي. ها هو. جيل الحلوى لك. شكرا، لكن كيف أفتحها؟ أوه لقد تبعثر كل شيء. أنا سأتابع. أضيف الزبادي في الكأس وبعد ذلك أحتاج إلى البطيخ. الجميع يحبه لكنني أحتاج إلى قطعة واحدة فقط. جيل الباقي لك. هاي. يجب تقطيع شريحة البطيخ إلى قطع صغيرة. أوه يا إلهي جيل، يبدو أنك أحببت البطيخ. أتمنى أن فيكي ستحبهم أيضا. أضع قطع البطيخ في الخلاط وأطحنها حتى تتحول إلى عصير بطيخ. بعد ذلك أسكب عصير البطيخ في كوبي وأزينهم أيضا. كم هذا جميل. أنا لست بحاجة إلى كل هذه الفاكهة. كوكتيل الفاكهة سهل وبسيط للغاية. أنا سأفكر بشيء أكثر تشويق. آسفة، لم أقصد ذلك. إذن الكوكتيل الخاص بي سيكون مع الصودا. الجميع يحبهم. سوف أسكب هذه المشروبات الغازية في أكواب خاصة حتى تبرد وتتكاثف. انظروا كيف يبدون. وبعد ذلك يمكنني سكب الصودا في كوب كبير لخلطهم. وأزين كل هذا بالمارميلاد. وأضيف مظلة وأنبوب. أحسنت عملاً. انتباه إلي، تعلم كيفية صنع الكوكتيلات الحقيقية. أخذ الفراولة، أضعها في الخلاط وأسكب عليها الكريمة. بينما يقوم الخلاط بعمله أحضر قاعدة النافورة. نعم نعم، أسكب الخليط الناتج هناك. سيكون لذيذ وجميل وفعال. حسنا فيكي، حان الوقت لتقرري من الفائز. كل شيء جميل. سأبدأ مع هذا الكوكتيل من جيل. المارميلاد لذيذ جدا. والكوكتيل لا بأس به أيضا. ماذا لدينا بعد؟ كوكتيل الجدة، عليه بطيخ. أنا أحب البطيخ. والآن دعوني أتذوق الكوكتيل. أيوم وقرف، ليس حلو على الإطلاق. لكن هذه النافورة مشوقة للغاية. لذيذ بجنون. أيها الشيف، أنت الفائزة. هذا ليس مفاجئا، أنا الشيف. وفي الجولة الثانية اصنعوا لي الفطائر. أريد تناول وجبة خفيفة. جدتي حان الوقت لصنع الفطائر. أوه فطائر، هذا سهل. أسكب الدقيق في طبق عميق وأخلطه مع البيض والحليب. وها هو الحليب، أسكب القليل. وبالطبع لا يمكن أن ننسى السكر. والآن أخلط كل شيء بشكل جيد ونحصل على عجينة الوافل. أسكب هذه العجينة الرائعة في محضر الوافل وكل شيء جاهز. خلط العجين هكذا صعب ومعقد وممل. لماذا أحتاج إلى المخفقة عندما يكون لدي هذا الخلاط الأوتوماتيكي؟ يمكنني مزج كل شيء معا ثم أضيف الكثير من النوتيلا. العجينة جاهزة، يبقى فقط وضعها في ماكينة الوافل.
خاصتي كبيرة قليلاً، وهذا سيجعل الفطائر أكثر جمالاً. انظروا إليها. ما هذا؟ لا يهم ما هو حجم الماكينة، الشيء الأهم هو طعم الفطائر. فطائري جاهزة. كل ما علي فعله هو وضع بعض الزبدة وشراب القيقب. سيكون طعم الفطائر أفضل هكذا. انظروا فقط إلى هذا الجمال، يبدو شهي. هاني هيا ابدأي. أنا سأفعل شيئاً أكثر صعوبة. ستكون تحفة طهي. أضع الكرفس والبيض في الخلاط. التالي يحتاج إلى الدقيق. من المهم عدم المبالغة في ذلك. أسكب الدقيق وأشغل الخلاط. أخلط كل شيء جيداً حتى يصبح ناعماً. والآن فقط يمكن البدء في صنع الفطائر. أسكب الخليط بالكامل في ماكينة الوافل وأنتظر. لا حاجة للانتظار طويلاً. تادام، كل شيء جاهز. أقطع الفطائر إلى قطع وأرشها بالفاكهة اللذيذة الفراولة. هذا سيكون لذيذاً جداً وأيضاً جميل بشكل لا يصدق. انظروا أمامكم لوحة فنية رائعة. كم هذا جميل! أوه، يبدو أن فطائري جاهزة أيضاً. إنه وافل على شكل طعام الشوارع، لذلك أضعه على شكل مخروط وأضيف إليه الآيس كريم. جدتي أمسكي. وهكذا أضع بضع كرات من الآيس كريم. أوه، لم أتذوقها حتى. أضع الآيس كريم وأضيف إليها الكريمة المخفوقة، ثم أضع بعض الرشات الملونة. هذا ليس كل شيء، أضع بضع مصاصات. وشرب الفراولة سوف يتفوق على كل شيء. فيكي، حان وقت التذوق. كم هذا جميل! جيل، أولاً سأتذوق ما صنعتي لي. أنا أحب هذه المصاصات كثيراً. والآن أجرب الحشوة. أوه، حلوة المذاق. والآن الشيء الأكثر أهمية، الوافل. هذا مدهش وغير عادي. الآن سأجرب وافل جدتي الكلاسيكي. أوه نعم، لذيذ جداً. واو، الشيف تبهرني كالعادة. لم أرى مثل هذا الجمال من قبل. سأجرب طعمها الآن. أيها السمكة، تعالي إلى فمي الآن. أوه شهية. والآن أجرب الوافل. أوه لا، هل هذه الفطائر مع الكرفس؟ مقرفة. إذن الفائز هو جيل. هاي، لا عجب أنني حاولت الجاهدة. شكراً. والآن أريد برجر. هل يمكنكم مفاجأتي؟ بكل سهولة، سيتم الأمر. برجر لم أحضره من قبل، لكنني سأفكر بشيء ما. أولاً أحتاج إلى قليل لحم. هذا جزء لا يتجزأ من أي برجر. التالي هو قص الخبز بالمنتصف لوضع الحشوة. صلصة، خيار، جبنة، وكل ما تحبه الصغيرة. جيل، لا تلمسي هذا لفيكي. أنا سأقوم بإعداد شريحة اللحم بنفسي. لهذا أحتاج إلى طحن اللحم في مفرمة اللحم، ثم إرسالها إلى المقلاة. والآن الشريحة جاهزة. الآن هو الوقت المناسب لإخراج مجموعتي. إنها الخبز الذهبية. نعم، من الصعب النظر إليها بدون نظرات. واو، هذا مشرق بشكل رهيب. الآن أضيف الحشوة. ماذا عن الجبنة؟ لا، هذه الجبنة رخيصة. أنا أحتاج إلى أغلى جبنة في العالم. إنها الجبنة الزرقاء باهظة الثمن. أذوبها وأسكبها على البرجر. نعم، هذا هو الطرف الحقيقي. جاهز؟ حسناً، الآن أنا. أولاً أحتاج إلى صب القليل من الزيت في المقلاة. على الرغم، لماذا القليل؟ سأسكب الكثير. كلما زاد كلما كان أفضل. لماذا سكبت القليل؟ توقفي، سوف يرش الزيت عليك. أوه، فكرة. لا يوجد مشكلة الآن مع بدلتي الواقية. وبدلاً من قناع الوجه، هذا الغطاء. هكذا لن أكون في خطر أبداً. أوه جيل، ماذا فعلتِ؟ أنتِ لستِ وحدكِ هنا. بسببكِ نحن في ورطة. جدتي، لماذا؟ يبدو سأضطر إلى طهي برجراً حلو. ولهذا أحتاج إلى مجموعة كاملة من الأشياء اللذيذة. في البداية سأسكب المارشميلو السائل في طبق عميق وأضيف إليه بعض الألوان.
الآن سأحصل على شيء جميل جداً. لا أستطيع إغلاق عيني عن هذا الجمال. والآن أغمس الخبز في هذا الخليط، وبعد ذلك أضيف مجموعة متنوعة من الحلويات في الداخل. كلما زاد عددهم كان البرجر ألذ. الآن هذا كل شيء. حسناً بيكي، هل أنت مستعدة للاختيار الآن؟ دائماً مستعدة. سأبدأ بهذا البرجر الغالي من الشيف آني. أتساءل كيف طعمه؟ لا أحتاج إلى هذا الرغيف الذهبي، لكنني سأجرب الطماطم. إنها لذيذة ومنعشة. والآن أجرب البرجر. لماذا رائحته كريهة جداً؟ أنا أكره هذا النوع من الجبن، هذا مقرف. رائحة هذا البرجر ألذ بكثير. وانظر، هناك الكثير من الحلويات. وهذا البرجر تماماً مثل رسمتي. آه نعم، طعم لا يصدق. جدتي أنت الفائزة. أنا؟ شكراً لك، حاولت جاهدة. للاهتمام للغاية، ما الذي ستطلبه الطفلة هذه المرة؟ ألا أن الجميع على استعداد؟ لذا دعونا نكتشف. بريتني الصغيرة، ماذا ستأكلين؟ أريد برجر، هل ستحضره لي؟ هذا بسيط. هاي، لا تسقطي أنيابك علي مصاصة الدماء. لا تسخر مني أيها الزومبي، أنا مخيفة. هذه الخبزة تبدو سيئة للغاية. الحمراء أفضل بكثير. لا، كعكتي السوداء تبدو أروع. نعم، أنتم لا تفهمون أي شيء. هذه القشرة لا أحتاجها. زومبي، يجب أن تكون أكثر حذراً. لم أفعل أي شيء. وها هي خبزتي تأتي. أوه لا، إنها حفنة من الثوم. يا مصاصة الدماء، أتريديه؟ آه، ردة فعلها غريبة، لم تحبها. إذن أين خبزتي؟ نعم، هذا ما أحتاج إليه. رائحة فاسدة مثالية ولون أخضر رائع. وينزدي، انظري. مصاصة الدماء، انظري. أنتم لا تفهمون أي شيء. أحتاج إلى الخضار الآن. دعونا نقطعها. لا أستطيع التحكم بيدي جيداً، كنت تحت الأرض فترة طويلة. انتهى الأمر. آسفة، مصاصة الدماء. وينزدي أيضاً، سامحيني، لا تقتلينني. كل شيء على ما يرام. والآن حان الوقت لي لتحضير خستي. أنا بحاجة إلى الخس. ها هو. أنا خلفك تماماً. سلطة مثالية. بضع حبات من الطماطم، ولا أنسى شرحات اللحم المفروم الطازج. كل ما علي فعله هو تشكيلهم بين يدي. هذا رائع. سيحتاج البرجر الخاص بي إلى أنياب حادة لحماية نفسه من عضات بريتني الصغيرة. عظيم. ولدينا هنا صديقي القديم تشارلز. عيناه كبيرتان جدا. شكرا لك يا صديقي. ستبدو هذه العيون رائعة على البرجر الخاص بي. الآن دعونا ننتقل إلى كل شيء حار. أنا لا أتحدث عن الطعم بل عن القرون. واو، هذا رائع حقا. الآن سأريكم ما هو الرائع حقا. أين طبقي؟ هذا كل شيء. أضع عليه شريحة اللحم وأشحنها بألف فولت. لا أنسى أن أرتدي النظارات. يمكن التشغيل. الحرارة المثالية لطهي اللحم بشكل سريع، حتى أنها قوية جدا. جاهز، أضعه في البرجر وكل شيء على ما يرام. هل أنت متأكدة وينزدي؟ دعيني أجرب المزيد. توقفي عن ذلك. سأنكش أنفي بينما لا أحد يرى. هذا شيء مقزز. ابتعد عني. يا إلهي، لكن يبدو أن يدي تناسب هذا البرجر. سأترك الأمر هكذا. ولدي مكون سري، إنه فيروس. إنه لذيذ جدا. للأسف سأضعه في البرجر لأنني أريد حقا أن تجربه الصغيرة. لا أستطيع التصفيق بيد واحدة. أنا سأستخدم الكاتشب، إنه أكثر شهية من فيروساتك الغريبة. ونضع الخبز العلوية. سوف أكل بعض الشيبس الآن. في الواقع أنا بحاجة لهم للتزيين. حسناً، الأرجل جاهزة والعيون جاهزة أيضاً. برجر عنكبوت رائع. بريتني الصغيرة في انتظاركم، هيا للتذوق. ماذا؟ هل هذه هي؟ يا
أمي، هل قرر الزومبي أن يعطيني يد في البرجر؟ هذا مقزز. إذا كنت لا تريديها سأضعها في جسمي مجدداً. إذن ما التالي؟ برجر صغير ولطيف، أنا بحاجة لتجربته حالاً. لكن لماذا طعمه غريب؟ هذا لحم نيء، مهلاً، مقرف. ألم يكن بالإمكان طهيه؟ لنرى ماذا صنعت لي وينزدي. يبدو شيئاً لذيذاً للغاية، دعونا نتذوقه، يبدو لطيف. واو، رقائق البطاطس لذيذة. والبرجر، واو، كم هو شهي. وينزدي، أنت الفائزة. نعم، كنت أعرف أن النصر سيكون لي. أوه يا إلهي، لقد عانى شعري من أجل هذا النصر، أنا بحاجة لإصلاحه. لا تضحكوا علي. هذه المرة أريد كعكة، من فضلكم قوموا بإعداد كعكة لذيذة لي. ماذا؟ ألا أنا لقد خسرت؟ سيتم الأمر. آه، دماء طازجة، هذا سهل. بكل سهولة، لقد ذهب رأسي إلى مكان ما. وينزدي، إلى ماذا توصلتي؟ وصفة رائعة، أحتاج إلى صنع بعض الطبقات للكيكة خاصتي، أنا بحاجة لبعض البيض. شيء، أخبرتك كثيرا لا تستطيع أن تلعب بأشيائي، هذا غير مقبول. من الأفضل أن تفعل شيئا مفيد. حسنا، لدي شيء أفعله لك. هنا هذا الترامبولين، أقفز عليه. أوه، كم هذا لطيف. أعني فظيع. دعونا نعود إلى الطبخ، أحتاج إلى إضافة القليل من الدقيق. أوه شيء، بسببك ذهب كل الدقيق. هل يمكنك القفز بعناية أكبر؟ اذهب. ما هذا؟ مهلا، هل ضربتني؟ أهلا، سأريد. آه، لقد هرب. وينزدي، ما كان ذلك؟ لا يهم أين توقفت. هذا صحيح، أسكب الحليب، لست بحاجة إلى الغطاء. الآن أحتاج إلى أوراق وردة سوداء لتلوين عجينتي. أمزج كل شيء وأسكبه في القالب. كل ما تبقى فعله هو طهيه. سأضعه في الفرن وأنتظر. الآن سأريكم كعكتي الرائعة. لدي كتاب طهي لمصاص الدماء، حصلت عليه من والدتي. دعونا نجد الوصفة المناسبة. وها هي الكعكة. حسناً، يبدو الأمر بسيط. سأفعل كل شيء الآن. أولاً أكسر البيض في وعاء، ثم أضيف إليه الدقيق والحليب والملون الأحمر. والآن أمزج كل شيء معاً. علي أن أفعل ذلك بسرعة كبيرة، هناك الكثير للقيام به. هذه الخفاقة سهلت المهمة. الآن أصب العجين في القالب وأرسله إلى الخبز في الفرن. واو، هذا كتاب مصاص الدماء. هل هناك أي شيء مفيد؟ بطريقة أو بأخرى كل شيء معقد للغاية هنا، أنا لا أفهم أي شيء. من الواضح أنه لم يكن علي أن أترك تشارلي يأكل عقلي. حسناً، دعونا نفكر في شيء ما. لدي كعكاتي جاهزة، سأسحقها إلى فتات وأضيف إليها القليل من الملح والسكر. ممتاز، كل ما تبقى هو وضع بعض المارشميلو السائلة وعلي خلطهم معاً. يا زومبي، ما خطب مصاصة الدماء لدينا؟ عن ماذا تتحدثين؟ يا إلهي، لا أعرف. حابي، تريدي مني أن أربطها؟ بكل سرور. ماذا فعلتم؟ فكوني أيها البلهاء. من فعل ذلك؟ سوف أشرب من دمك. أنا فقط قررت أن أنام قليلاً، لا تلمسني بعد الآن. أنا لست في مزاج جيد هذا الصباح. حسناً، ما أخبار الكعكة؟ إنها جاهزة. أضع الكريمة في الأعلى، والآن الجزء الأكثر لذة، الدم. اسمحي لي بالتجريب أرجوك. لا لا، ليس كلهم، دولار واحد يكفي. سأخذ هذا، آمل أن يكون لذيذ. الآن لنعود إلى الكعكة. أعتقد أن الدم بنكهة الفراولة سوف يدخل إلى كعكتي، وسوف تحبه الطفلة كثيراً. أصنع ثقباً، لذيذ، وأسكب كل شيء على الكعكة. هذه البقعة الدموية لذيذة للغاية، ممتاز. أضع الأجنحة والوجه. كعكة الخفاش الرائعة الخاصة بي جاهزة. هذا فقط مقزز، سأريكم الكعكة المذهلة للغاية. كل كعكاتي جاهزة تماماً. الكعك الأسود فاتح للشهية حقاً. أسلح نفسي بالكريمة وأجمع هذه الكعكات مع بعضها البعض. الآن أقوم بتسوية كل شيء باستخدام هذه الملعقة. أنا بالتأكيد بحاجة إلى بعض العظام من حقيبتي.
واو، يا لها من رائحة مذهلة. أوكي. أنشر بعض العظام على الكعكة الأولى، أما الكعكة الثانية ستكون مع العناكب. الكعكة الثالثة ستكون مزينة على شكل وحش السرير. كعكتي المذهلة جاهزة. مهلاً، أين العظمة الأخيرة؟ من سرقها؟ أيها الزومبي، أنا على وشك إطلاق العنان لأسماك الضار المفترسة عليك، ولن يتبقى شيء منك إلا العظام. هذا مقرف، كيف يمكنني وضع هذه العظمة على الكعكة؟ إنها القطعة الأخيرة، ربما لن تكون ملحوظة. إذن هيا إلى التذوق زومبي. هل انتهيت؟ أوه لا لا، لم أفعل أي شيء بعد. الآن سأضع كل شيء على الطبق هكذا، ثم بماذا سأصنع دماغ؟ ربما بهذه الكريمة. جيد، والآن بعض شراب الفراولة يمكن أن يفيد هكذا. أعتقد أن كل شيء على ما يرام. جرب الآن يا بريتني. واو، الكعك جاهز. لكن ما هذا؟ دماغ، لا أريد أن أكله، لكن يجب علي تجريبه. أتمنى ألا أتحول إلى زومبي بعد هذه القطعة. إيو، لا 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 أستطيع. هيا بنا ننتقل إلى الكعكة الثانية. ما هذه العظام؟ إنها مقززة للغاية ومقرفة. لا، لن أجربها أبداً، تبدو سيئة. لكنني سأجرب هذه الكعكة بكل سرور، أتمنى أن تكون لذيذة. ألعق هذه الكريمة، إنها لذيذة. والكعكة نفسها الشهية، بالتأكيد إنها الفائزة. أنا فوز. هاي، أوه إنها الشمس، ساعدوني. ماذا تريد الطفلة بريتني هذه المرة؟ أريد كوكتيل الحليب. لا يوجد شيء أسهل. علي التفكير، أنا لا أعرف بماذا سأفكر ومن أين سأبدأ. ليس لدي أحاسيس، لكن هذا مؤلم. لا تلمسي الحليب خاصتي. لدي وصفتي الخاصة لكوكتيل الحليب اللذيذ. أسكب الحليب في الخلاط، ثم أضيف كرتين من آيس كريم الشوكولاتة وقرصين من أقراص الكربون المنشط للتلوين باللون الأسود. يجب طحنهم ووضعهم في الوعاء. والآن أسكبهم إلى المزيج بعد طحنهم جيداً. والآن دعونا نشغل الخلاط لنخلط كل شيء معاً. زومبي، اتركني وشأني. لقد قمت بالفعل بإعداد كوب للمشروب خاصتي. أسكب المشروب وأزينه بالكريمة المخفوقة وأدخل المصاصة. بعض قطع حلوى العرق سوس ستتناسب تماماً مع الكوكتيل الخاص بي. القليل من شراب الفراولة لمذاق أكثر إشراقاً. جاهز؟ مرحلي ولمهاراتي العبقرية. الكوكتيل الخاص بي سيكون بالتأكيد أفضل. أول شيء أسكب شراب الشوكولاتة، وثانياً أضع الزجاجة المفضلة لدي فيه. انظروا، الشراب يقطر مثل الدم من زوايا شفتي بعد العشاء. الآن ننتقل إلى صنع الكوكتيل. أضيف البطيخ واثنين من الفلفل الأحمر إلى الخلاط. الطماطم لن تكون زائدة عن الحاجة، ممتاز. الآن دعونا نخلط كل شيء معا. أسكب المزيج في كأس لذيذ وأزينه بالكريمة المخفوقة. لن تكون الرشات زائدة عن الحاجة. اللون الأسود لون ممتاز، وخفاش الجيلي هذا لطيف جدا. سأضعه في الكوب وأضع مصاصة. كوكتيل مصاص الدماء المثالي جاهز. ما رأيكم؟ زومبي، هل أنت جالس هناك مرة أخرى بدون فعل شيء؟ بالضبط، لكن كيف أفتح هذا الشيء؟ حسناً، لا أحتاجه. كل ما أحتاجه هو كوب وبعض السبرايت. أزيل الأغطية وأسكب السبرايت. الآن أنا بحاجة للحصول على مغرفة من الآيس كريم الأخضر وأرسله إلى الكأس. هيا اذهب إلى هناك. جيد، والآن أضيف القليل من شراب الفراولة. جميل، العقول المرميلادية لذيذة جدا، لكن العقل الحقيقي مذاقه أفضل. وها هو الأنبوب، أزينه بالدماغ وأضعه في الزجاجة. بضع ديدان مرميلادية وكوكتيلي جاهز. عظيم، إذن لنذهب إلى بريتني. واو،
كل الكوكتيلات تبدو رائعة جداً، أريد تجربتها. سأبدأ بهذا الكوكتيل. إنه لذيذ حقاً. هذا جيد. وماذا لدينا هنا؟ كوكتيل أسود؟ يا إلهي دعوني أجرب. إيوه هذا مقرف. تحول لساني إلى اللون الأسود. أتمنى ألا يسقط. ماذا صنعوا لي هنا؟ يا لها من زجاجة ضخمة وثقيلة. سأجرب الآن. إيوه يا له من قرف. ما صنع هذا الكوكتيل؟ حسناً كوكتيل الزومبي يفوز. لقد اختارتني أنا، فوزت. هاي